كانت ليلة أكثر من رائعة. عشرات عشرات الآلاف شافوها الليلة ديت، كان إلا شخص واحد، وبقول لكم شخص واحد ديت عشان برضو دي ليها مدلول بالنسبة ليا. هقول لك وطبعا بالصبحية المعجزات والدموع والصلوات وكده هوت. أنا أتذكر الشخص دوت، والحاجة العجيبة إن أحد الآباء الأصفى كان سجل مرة معنا ذكرياته، ويبدو إنه بالصدفة كان واقف قريب وحكى نفس القصة معي. إحنا في وسط الزحمة كان قدامنا راجل ومراته، وكل الناس كل مثلا 3 4 دقايق تظهر عذر الناس تهل، فهو يقول له مراته فين؟ يبص كده فين؟ تقول له أهو على النخلة. لا فين؟ مفيش حاجة على النخلة. تقول له أهو بين الفرعين اللي فوق. هي شايفة مراته واحنا شايفين، وكان معانا جيراننا المسلمين شايفين، واطفال ورجاله وستات، كل العشرات الالوف الموجودين، الا هذا الشخص اللي واقف قدامنا قاعد يا عيني طول الليل كان ينتظر انه يشوف العذراء وما شافهاش. طبعا كان واضح ان في رساله معينه من ربنا ليه بينبهه لحاجه، حاجه في علاقته الشخصيه مع ربنا، في داخليات قلبه. انما دي بالنسبه لي تقول لو في صورة موجودة، أنا معلق صورة كده قدام أي حد، الإنسان القديس والإنسان الخاطئ يشوفوها لأنها حاجة مادية. تمام. إنما لما يكون في تجلي قدامك، وهذا التجلي العين تخطئه، عين واحدة من وسط آلاف، إشمعنى دوت يعني؟ أيوة رسالة فعلا. ففيها رسالة معينة وتقول لنا إن هذا الظهور ما كانش ظهور عادي، ظهور موجه، وكان برضو مقصود منه ان الالاف وعشرات الالاف يشوفوه. انما في وسط العشرات الالاف ربنا ممكن يكون ليه قصد الواحد معين، انت استنى شويه، انت في حاجه جوه قلبك محتاج ايه تعمل. طبعا كانت ايام بركه كبيره قاعده تظهر اكتر من سنتين، وصحيح الظهور بالتدريج ابتدى، بدل ما كان يبقى يوميا بقى كل يومين ثلاثه، وايام كان يبقى فيها نور بس او حمام، لغايه ما خلت بعد سنتين الظهور العادي اللي احنا تعودناه، اللي كان مكتوب وصفه في طابعة السنكسار، ما بقاش موجود، واستمرت بركة الست العذراء موجودة في كنيستها. طبعا طبعا، واحنا لغاية دلوقتي برضو بنتبارك بالقديسة العذراء مريم طبعا، وعايشين حياتنا كلها طبعا بشفاعتها، ويعني ده فخر لينا يعني. طيب خليني تسابونا برضو يعني، هل برضو عشان مشاهدين يبقوا على دراية أكتر، هل بعد الظهور والتجلي في سنة 68 انقطع الظهور خالص، ولا كان في ظهورات اخرى برضو ناخد فكره؟ بيحصل بس مش بطريقه دوريه مرتبه. يعني انا اتذكر في اوائل الالفينات كان في عندنا في بيت المسنين في الكنيسه، كان في بنوته صغيره 20 سنه تقريبا، قاعده في البلكونه بالليل مع احدى المسنات، فالمسنة بتقول لها أنا شايفة العذراء ماشية جاية من ناحية الكنيسة، جاية علينا في الهوا، وبتبص والست مركزة جامد قوي وكده. هو الأخ الحبيب ده بينزلق، مالش دعوة بالعدد، ما يجراش حاجة. فبتقول لها العذراء ايه؟ العذراء جاية أنا شايفاها. البنت ما شافتهاش، فبتقول أنا مش شايفة حاجة يا تيتا. تلاقي هي حبيبتي. فالبنت بتقول لنا تاني يوم، بتقول انا قلت يا رب لو انا ما اشوفش العذراء تبقى اشوف اي حاجه. فشافت حمامه كبيره جدا طارت فوق راسها واختفت. احنا بعد ما سمعنا القصه دي بايام قلنا يعني تيتا تشوف العذراء والبنوته دي تشوف حمامه بيضة واحنا ما نشوفش. فانا فاكر ان احنا جينا في ليله من الليالي وقعدنا في الفناء الكنيسه، وقعدنا نعمل تمجيد للست العذراء وسهرانين، وفجأة لقينا حمامة ظهرت طايرة. طايرة منين؟ من أمام الشرفة بتاعت الكاتدرائية الكبيرة، وطارت كأنها خارجة من، كأن في شباك مفتوح في الكاتدرائية، كل الشبابيك دي إزاز مغلق، كأنها خارجة من الشباك هناك. طارت 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 وعملت كده قوس كبير كأنه ربع دايرة أو نص دايرة، وجت فوق كنيسة الزهور وفوق القبة ورحت اختفت. بس حمامة بيضة كبيرة مميزة كده، وبتطير اللي هي بتندفع في الهواء، مش رفرفة ولا.
فطبعا كانت فرحة كبيرة لينا يعني. طبعا وكتير قوي الأمن السهران في الكنيسة يقول إن إحنا بنبقى سهرانين بالليل وبنشوف حمام بيطير. أنا كذا مرة بعديها شفنا حمام يطلع وحاولنا نتتبع بيخرج منين وبيروح فين ونلف في الكنيسة، كذا مرة شفنا شواهد ظهور زي كده.